بكم برنامجنا هذا سميرز كيتشن، وقدم لكم احلى ولذ الوصفات، ارجو ان تنال اعجابكم. برنامجنا اليوم راح اسوي لكم مقبلات لبني وانواع مختلفه من الزيتون، ان شاء الله تعجبكم. There will be a short recap in English by end of this episode today, which is going to be lebni and olives appetizer. To purchase my cookbook, Treasured Middle Eastern Cookbook, مختارات من فنون الطبخ. A baking journey. You can email me to order directly from me as chola11@yahoo.com or you can order from amazon.com. لتحضير هذه الوصفة طبعا إلى درجة سهلة وسريعة وطيبة بنفس الوقت. سو هنا أنا عندي اللبني صفيته بإناء التقديم، أي إناء اللي يعجبكم، بس تكون يعني فشي ثخين، يكون تقريبا ان انش هيجي ثخنة حتى ما تكون رقيقة كلش. وفي إناء مثل هذا راح أخلط الزيتون. هنا أنا عندي زيتون أسود منزوع من عند النوى ومكسوس على شكل مثل شرائح، بس إذا ما يكون موجود عندكم المكسوس على شكل شرائح تقدرون تفرموه فرم، مو شرط إلى شرائح همينة، بس هذا يكون أحسن طبعا إذا موجود عندكم. هنا أنا عندي زيتون أسود، زيتون أخضر، أي نوع زيتون اللي يعجبكم، حتى إذا يعجبكم أخضر واحدة أسود واحدة همينة مهم. هنا أنا عندي المعدنوس المفروم، نخلطها شوية. هسه راح نضيف الثوم، طبعا كلش طحنا ناعم كلش، فرمنا ناعم كلش، خليت الزعتر، نعناع مجفف، سماق، راح نخلط هاي المواد كلها سوا، واخر شيء نريد نخليه. هنا انا عندي دائما اني اسوي زيت الزيتون مطعم، مرات اسوي طبعا انا مسجله حلقه همينة، راح اخلي لكم رابط الحلقه همينة، مطعم زيتون ويا الثوم ويا الروزماري ويا الفلفل الحار كلش. سو هذا طعمته ويا خليت فلفل حار كلش، فهيكون مطعم. سو ما راح احتاج اخلي اي سبايس او اي شيء حراره هنا، بس اذا ما عندكم زيت الزيتون المطعم تقدرون تخلون زيت الزيتون عادي وشويه فلفل احمر حار. هنا انا راح احتاج تقريبا ربع كوب، ونخلط هاي المواد كلها سوا، خلطه كلش طيبه وان شاء الله تعجبكم. افضل نسوي هاي الخلطه على الاقل 4 إلى 5 ساعات حتى كل شيء يتبل كل زين، وراح نغطيها بقطعه نايلون، راح اتركها بالثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل، حتى تقدرون تسووها قبل يوم تخلوها في قنينة أمينة، ومن تكونون حاضرين تقدرون تبقوها بالثلاجة على الأقل 3 إلى 4 أيام، لأن عندنا معدنوس طازج ثم نريد نبقيها يعني فترة أطول، 3 إلى 4 أيام كل الزين نخليها بالثلاجة قبل ما نقدمها ويا اللبني. وأني هاي الخلطة كنت مسويتها البارحة وخليتها بالثلاجة متبلة وحاضرة إياها حتى نزين اللبن بيها. تقدرون طبعا تاخذون خليط الزيتون هذا كله وتخليه فوق اللبن، ترتبوه باي ترتيب اللي يعجبكم، بس انا راح اتاكد بانه عندي هنا حلقه، صراحه اصف هذا الزيتون كله، بس راح اخلي تقريبا انش واحد من الحافات يكون خالي من خليط الزيتون هذا حتى يبين بانه اكو بي لبني. ينطينا منظر حلو. كانت وصفتنا اليوم سويت لكم نوع من المقبلات لبني وخليط الزيتون والأشياء الأخرى اللي خلينا وياه، السبايسز، الزعتر، السماق، النعناع، فشي كلش طيب وإن شاء الله يعجبكم. وطبعا قدمناه ويا أنواع مختلفة من الخضروات ومن الصمون اللي أنا مسويته خبز، هذا كلش طيب وياه، يكون ويا اللبني ويا الزيتون، إن شاء الله يعجبكم. لا تنسون أن تشتركون في قناتي حتى يوصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي في الأسابيع القادمة. Subscribe to my YouTube channel, like my videos, follow me on Instagram, Facebook, and TikTok. Recap for today's show. I made labneh and olive appetizer, real easy appetizer to serve. In a bowl, I mixed the olives, black and green. I added the parsley, garlic, zaatar, mint, sumac, mixed well. I added the olive oil and mixed until nicely blended. Cover and place in the fridge for 2 to 3 hours or overnight. I spread the labneh on serving platter, and then I added the olive mixture, spread it evenly, leaving 1 inch border. And I served the appetizers with vegetables and bread.